حضرتك طبعا قمت بقيادة موكب المومياوات. أيوة. وخصوصا يعني على الأقل بالنسبة لي أنا ترنيمة إزيس. أيوة. مع أميرة سليم خطيرة طبعا. كلنا اللحن لسه موجود. لسه موجود. دي طبعا تأليف المؤلف الجميل اللي أنا بعتزميه هشام نزيه. وأنا طبعا يمكن العرض ده من الحاجة اللي يمكن أهم حاجة في تاريخي الموسيقي كله حصلت. ليه؟ لأني خلت يعني في تفاعل بيني وبين الجمهور. كل أنواع الجمهور في مصر حبوا جدا فكرة الأوركسترا، فكرة السوبرانو، فكرة المايسترو. يعني بمشي في الشارع دلوقتي، يعني دي حاجة يعني نادرة جدا إنك تلاقي مايسترو يعني معروف. مش فكرة إني أبقى معروف، يعني الناس يعني تفاعلوا مع الحفلة دي جامد جدا. قوي. وكان في طبعا الكباش طبعا. دي كمان كانت يعني متهيألي الحفلتين دول مصر كلها الشوارع كانت فاضية، ومصر كلها قاعدة قدام التي في بس كلنا بنتفرج. ويعني الحقيقة حضرتك وده كان بفرقة اللي حضرتك كونتها، الأوركسترا الاتحاد. هو أوركسترا الاتحاد ده، وسميته الاتحاد لأن هو كنت حابب جدا فكرة اتحاد العازفين من جميع حتى البلاد، يعني هو مفتوح أو الآلات المختلفة أو المغنيين المختلفين، العربي مع الأوبرا، ممكن مع أي نوع فولكلور، مزيكة الأفلام. فالاتحاد ده بين الأنواع الموسيقية المختلفة أنا شايف أنه مهم جدا. فأنا حبيت أن أسمي الأوركسترا والكورال اتحاد في الهارمونيا. متهيألي أن حضرتك بتعمل فيها فيوجن، يعني آلات زي ما هو قانون مع بالزبط. يعني مع القانون، الناي، الربابة زي في المومياوات كانت موجودة. الفيوجن ده أو الاتحاد ده هو ده اللي فكرة إن كان مهم جدا بالنسبة لي، إن أنا الاسم ده عشان كلنا نبقى مع بعض. الفن بيجمع طبعا. هل بعد الشعبية والجماهيرية دي، هل حضرتك لقيت إن في الانترست في إن هم الناس تحضر أكتر كونسرتس أكتر وكده أكتر؟ هل تفتكر ده أثر؟ طبعا جامد جدا. يعني انا اخر عروض ليا مثلا اوبرا كارمن، عملت اوبرا كارمن، ما هياش مثلا حاجه مصري ولا مزيكة افلام ولا حاجه، دي اوبرا وبالفرنساوي. وانا شايف ان الجمهور كان شباب كتير جدا اللي اول مره يحضروا عروض ابتدوا ييجوا للحفلات. يمكن في الاول افتكروا ان انا ممكن هتدور واخليني يسقفوا مثلا مع الاوركسترا، لقوا ان الموضوع مش كده، ولكن الموضوع حلو ولذيذ وبسيط. والاوبرا طبعا رخيص، يعني التذاكر رخيصه جدا، ارخص من السينما. ان انا اقدر اشوف عرض كامل متكامل في غناء وفي باليه وفي اوركسترا وفي كورال وفي الاضواء وفي المسرح، فده شيء المصريين بيخافوا كانوا منه يمكن قبل كده، وابتدى شويه شويه ان هم يتجرؤوا. يعني بحاول اعمل اعلانات كتيره جدا، يا جماعه تعالوا وبتاع، ففعلا في تفاعل اكتر بكتير من الاول.